طيب، هل الموضوع انتهى عند الخسارة اللي بقول لكم عليها؟ أكيد لأ. أنا لازم أرجع تاني أقول لكم آخر سيناريو ممكن يوصل الأهلي للدور ربع النهائي، عشان ما نقعدش بقى قيل وقال وكلام وتصريحات. حصل. أنت كمدير فني خسرت 5، خلصت. حصل. ما تجيش تقول لي أصل فريق سان داونز كان كويس أو كان جيد. كان جيد. فريق سان داونز كان جيد فقط. رغم صعوبة الموقف اللي بيمر بيه النادي الأهلي، لكن الأهلي عنده من النقاط دلوقتي 4، الهلال عنده 9، سان داونز متصدر الترتيب عنده 10. متبقي للأهلي مباراتين، مباراة هتكون أمام القطن في الكاميرون، ثم الهلال في القاهرة. إذا أراد التأهل لازم يكسب القطن، الماتش اللي جاي في الكاميرون ده بداية الكلام، ده اللي المفروض الأهلي يعمله. لسه في بقى سيناريوهات تانية كتير لازم تحصل. مقابل عدم فوز الهلال على سان داونز في أم درمان. عدم فوز الهلال على سان داونز في أم درمان، أنت اللي قاعد بتستني دلوقتي إنه سان داونز يفوز. أيوه. تأهل النادي الأهلي مش بإيده، بإيد سان داونز، إن سان داونز يواصل مشواره في الفوز. لو سان داونز خسر من الهلال خلاص الحكايه انتهت، اصبح وقتها مباراه الاهلي مع الهلال في القاهره في الجوله الاخيره مجرد تحصيل حاصل. لاول مره من زمان جدا الاهلي باسمه بمكانته بجمهوره بتاريخه ببطولاته في افريقيا ممكن يلعب في دوري أبطال إفريقيا في الجولة الأخيرة مباراة تحصيل حاصل. طيب، في حالة فوز سان داونز على الهلال هيبقى وقتها الوضع أفضل بكتير. مطلوب إن الأهلي يكسب الهلال بأي نتيجة عشان يوصل للنقطة العاشرة بعد ما هيكون كسب القطن طبعا ويتأهل مع سان داونز. طيب، في حالة تعادل الفريقين لازم اديك كل السيناريوهات. الهلال مع سان داونز اتعادلوا، سان داونز ولا كسب ولا الهلال كسب، برضه هيبقى الاهلي عنده فرصة ان هو يتأهل. امتى؟ بشرط الفوز على الهلال بفارق هدفين في القاهرة، وقتها هيتساوى الأهلي مع الهلال ب10 نقط، ويتم الاحتكام وقتها للمواجهات المباشرة. وارد إن الهلال يخسر من سان داونز، وارد إن هو يتعادل ويدي فرصة جديدة للأهلي وجماهيره. وارد كل دي أسئلة. امبارح قلت لكم كل السيناريوهات دي كانتش جديدة. كده السؤال الأهم، هل المستوى اللي شفنا عليه لعيبة النادي الأهلي امبارح يقول إن ممكن يتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا؟ تخليني واقعية، خليني كجمهور واقعي أعيش الحقيقة. هل الأداء ده يفتح نفسي؟ لا، ده أداء موظفين. لا، دي مش رجالة النادي الأهلي، دول مش رجال المواقف، دول مش اللي بياخدوا الحمية كده والإصرار والعزيمة في المواقف المعقدة اللي بالشكل ده. أعتقد إن الأمور محتاجة شغل كتير قوي، محتاجة شغل كتير جدا الأسبوع ده، وفريق الكرة محتاج وقفة كبيرة قوي قوي من كل العناصر، من الجهاز الفني ومن مجلس الإدارة ومن المسؤولين ومن الجمهور. لازم وقف قبل مباراة القطن وبعد كده مباراة الهلال في القاهرة، إلا الله أعلم هتكون تحصيل حاصل ولا لا. النادي الأهلي آخر 9 مباريات من أول مباراة ريال مدريد في كأس العالم للأندية خسر في 4 مباريات،
من 9 مباريات امام الريال، فلامينجو، الهلال، سان داونز، يتعادل في مباراتين امام سان داونز الداخليه في الدوري، فاز في 3 مباريات. بص بقى الفرق، بص الفرق اللي فاز عليها النادي الاهلي، طبعا مش تقليلا من حد، بس بص المقارنه. تضحك على نفسك؟ لازم يكون في نقاط قوة وضعف يتم التوقف عليها من الجهاز الفني، لازم يكون وقف عليها. لما فوز في 3 مباريات زي أسوان والمقاولين في الدوري والقطن في دوري أبطال إفريقيا، أبقى أنا كده ماشي صح؟ لما يدخل 18 هدف في 9 مباريات في مرمى النادي الأهلي، 7 بس 7 من سان داونز، انت بتتعادل معاه على ارضك 2-2 على ارضك. كنت متخيل ايه؟ متخيل مسافر تعمل ايه لما انت تعادلت على ارضك 2-2 وبالمستوى ده، وشفت لعيبه سان داونز عاملين كده؟ اتمنى ان يرجع النادي الاهلي. على فكره لسه عندهم فرصه، لسه عندهم فرصه ولسه في امل. امر صعب جدا بس لسه في امل. فكره تدارك الموقف سريعا ده مهم، فكره ان انا اعدي الموقف مهم، بس مش اعديه واتناسى، اعديه وانا واقف على كل مشكله مريت بيها واصلح. طيب